البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في درس الوجيز في مصطلح الحديث للمبتدئين عند ذكر أنواع الانقطاع، ثم دخلنا في التدليس، والتدليس منه انقطاع ومنه ما لا يكون انقطاع، فالتسوية من الانقطاع كما شرحنا بالأمس من الانقطاع، لكن بعض أنواع تدليس الإسناد وبعض أنواع التدليس الأخرى ليست من الانقطاع. فإذا أخذنا من أنواع الانقطاع المرسل، ثم المنقطع، ثم المعضل، ثم المعلق، ثم المرسل الخفي، ثم بعض صور التدليس، تدليس الإسناد. وكان درسنا الماضي في التسوية وتدليس التسوية، والتسوية من أنواع الانقطاع، وتدليس التسوية كذلك من أنواع الانقطاع. وعرفنا أن التسوية غير تدليس التسوية، التسوية هي إسقاط راوي بين ثقتين. وقالوا ما نقول ضعيف في التسوية، نقول إسقاط راوي، قد يكون الراوي ضعيف وقد يكون ثقة وقد يكون إمام وقد يكون غير ذلك. إسقاط راوي بين ثقتين، مجرد الإسقاط لهذا الراوي يسمى تسوية، تسوية السند. وهذا لم يؤثر فعله إلا عن مالك، ما ذكروا إلا مثال أن مالك سمع أحاديث ثور بن يزيد أو ثور بن زيد، أحاديث ثور بن زيد، ثور هذا يحدث عن من؟ عن عكرمة، عن ابن عباس أحاديث، ثور عن عكرمة عن ابن عباس. جاء الإمام مالك فأخذ عن ثور أحاديثه، وكان ثور يرويها عن عكرمة عن ابن عباس، ومالك لا يرتضي عكرمة، يكذبه، لا يرتضي عكرمة يكذبه، فرواها مباشر عن من؟ عن ابن عباس. فكان يرويها مالك عن ثور عن ابن عباس، هو يعلم أنها صحيحة لكن دخلت له داخل في عكرمة، أن عكرمة اتهم بأنه من الأباضية، واتهم بأنه من الصفرية الخوارج، وليس باتهام غير صحيح، ودافع عنه العلماء، لكن مالك أنه رأى أن لا يحدث عنه فحذف عكرمة، مع أنه يعرف أن الأحاديث صحيحة، أخذ الأحاديث وجعلها على الانقطاع، كان لا يرى الاحتجاج بعكرمة مع أن الأحاديث عنده صحيحة، فسوى الإسناد بإبقاء من هو ثقة عنده وحذف من ليس ثقة عنده وأخذ الحديث. فهذا سماه العلماء من مالك تسوية بلا تدليس، هذا تحرير القول فيها. وأما تدليس التسوية فهو سمع أحدهم، نعم، هذا تعريف تدليس التسوية الجامع، هناك تعاريف كثيرة لكن هذا أخصر وأجمع، إسقاط راو ضعيف. إذن في التسوية يقيدونه بكلمة ضعيف، ثم يقولون بين راويين ثقتين، وهذه كلمة ثقتين لا يشترط لكن هم في الغالب يقولون هكذا، ثقتين سمع أحدهما من الآخر، هذا بعضهم يشترطه السماع، يعني واحد الأول محمد والثاني علي، محمد سمع من علي أحاديث كثيرة، لكن حديث من الأحاديث أو ثلاثة من الأحاديث أو خمسة من الأحاديث لم يسمع علي من محمد، وإنما سمعها علي من صالح، وصالح يحدث بها عن محمد، تمام، هذه الرواية. الآن صالح مثلا في ضعف، غير صالح علي يحيى، كل يوم على صالح، عبد الله محمد ويحيى، عبد الله عن محمد عن يحيى، تمام، عبد الله عن يحيى قد روى أحاديث، لكن بعض الأحاديث ما رواها مباشرة عن يحيى، عبد الله عن من قلنا، يعني عندنا الآن الرواية هي عبد الله عن يحيى عن سعيد، عبد الله عن يحيى عن سعيد، أصلا عبد الله يروي عن سعيد أحاديث كثيرة، لكن خمس أحاديث أو عشرة مجموعة أحاديث ما سمعها من سعيد، رواها عن من؟ عن يحيى، يحيى ضعيف، تمام، الرواية هي هكذا، الرواية هي هكذا، عبد الله عن يحيى عن سعيد، هذه الرواية تكون ضعيفة لضعف يحيى. يأتي مدلس غير عبد الله
عبد الحميد يأتي إلى هذه الروايات وهو في طبقة عبد الله مثلا أو تحته، فيروي عن من؟ عن سعيد مباشرة لأنه سمع من سعيد مثل عبد الله، ويسقط من؟ يحيى، فتصير السند يصير كله ثقات وهو قد أسقط الضعيف. هذا يسمى تدليس تسوية، ولا يفعله إلا مدلس. الآن عبد الحميد هذا مدلس، إسقاط راوي ضعيف بين الراويين ثقتين سمع أحدهم الآخر، ويسمى تجويد. الخلاصة، الفرق بين التسوية وتدليس التسوية أن التسوية إسقاط راوي ثقة أو ضعيف، أحسن، وأن تدليس التسوية يختص بإسقاط الراوي الضعيف، والتدليس التسوية لا يكون إلا من مدلس، والتسوية قد تكون لا يشترط أن يكون فاعلها، قد يكون مدلس وقد لا يكون مدلس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، قال تدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخ فيسميه، أن يروي، أن يروي منصوب، عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يشتهر به أو بما لا يعرف كي لا يعرف. يروي عن شيخ فيسمي هذا الشيخ باسمه محمد بن صالح، أو يكني أبو دجانة، أو يصفه البزاز، الخباز، النجار، وصف أي وصف، الأعمش، الأعرج، بما لا يشتهر به. إذن كل هذا التسمية أو التكنية أو النسبة، طيب النسبة يعني يقول البغدادي مثلا، الصنعاني، أو الوصف، كل هذه كلها عبارة عن ماذا؟ أشياء لم يشتهر بها هذا الراوي. لا اسم مثلا، إذا جعل الاسم ما اشتهر بهذا الاسم، أو إذا كان استخدم الكنية ما اشتهر بهذا الكنية، أو استخدم النسبة ما يشترط أن يستخدم الكل التسمية والكنية، لا واحد منها يستخدم، فلا يشتهر بهذه الكنية أو لا يشتهر بهذا النسب. مثلا بعض الناس يكون معروف بماذا؟ الكنية، غير معروف الاسم، أو العكس يكون معروف الاسم غير معروف الكنية، فيأتي غير معروف الكنية، فيأتي بشيء لم يشتهر به هذا الراوي، أو بما لا يعرف، وهذا قد يوجد وهو قليل، يعني هذا الاسم اخترعه، لا يعرف بهذا الاسم، غير معروف بهذا الاسم. ومنه تدليس البلدان. طيب، الآن هذا تدليس الشيوخ، إما أن يأتي بأسماء، يعني مثلا يعني يأتي بكنية لا يشتهر، يعني اسم لا يشتهر به هذا الشخص، بعض مشايخنا أو بعض طلاب العلم اشتهر بكنية، لو جئت وقلت حدثني فلان وما تأتي بكنيته ما حد يعرف من هو فلان هذا، وأنت تريد مثلا تدلس هذا الراوي مثلا قد لا يفطن له. مثلا يعني لو مثلا أنتم عندكم الآن شعب البارع مثلا، لو جاء واحد وقال حدثني البارعي، تمام، يقصد واحد من شعب البارع، هذا البارعي من هو؟ ما أعرف الناس ينتسبون مثلا السعدي مثلا، ويأتي يقول حدثني البارعي مثلا، ف يعني هذا الاسم موجود، أي واحد من هنا يعتبر هذا نسبة له، لكن لا يستخدمون هذه النسبة، هذا يسمى تدليس شيوخ، والذين فعلوا هذا قليل. طيب، من تدليس الشيوخ تدليس يسمى تدليس البلدان، وقلنا لكم يعني التدليس هو إخفاء عيب، يعني ما يريد يخفي عيب الشيخ مثلا إذا كان فيه عيب. تدليس البلدان كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة، أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة، أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة، أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة، أو قال بدمشق حدثني بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق. وذكرنا كلام ابن الجوزي أيضا بعده
الآن المصري إذا قال حدثني فلان بالأندلس، إيش معنى حدثني فلان بالأندلس؟ يعني سيفهم الشخص أنه سمع ورحل إلى الأندلس. إذا كان في مصر بلاد أو قرية صغيرة أو محل يسمى الأندلس، تمام؟ قال حدثني فلان بالأندلس، أراد موضع بالقرافة، القرافة هذه في مصر، موضع فيها يسمى الأندلس، يقول حدثني فلان بالأندلس، وهو يريد ماذا؟ الموضع الذي في مصر، والناس يفهمون أنه حدث بالأندلس، هذا تدليس بلدان. أو قال بزقاق حلب، يعني يفهم أنه ذهب إلى الشام حلب، وهو إنما أراد موضع بالقاهرة. أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر، ظنوا أنه رحل إلى نهر سيحوت وجيحوت أو سيحون وجيحون الذي وراء بلاد النهر، هو إنما أراد وراء نهر دجلة، وراء النهر في العراق نفسها. أو قال بالرقة في العراق، وأراد بستان على الرقة، يعني في مكان في المغرب، وأراد بستان على شاطئ دجلة، وهكذا إلى آخر ما ذكرنا هنا. قال ابن الجوزي دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث، فكان يأخذ الشيخ يقعده في الرقة وهي البستان الذي على شاطئ دجلة، فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته حدثني فلان بالرقة، ويهم الناس أنها البلدة التي بناحية الشام، ليظنوا أنه قد تعب في الأسفار لطلب الحديث. وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول حدثني فلان من وراء النهر، يوهم أنه قد عبر نهر خراسان في طلب الحديث، وهذا من تلبيس إبليس على بعض المحدثين، ذكر هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس. التدليس عيب في الراوي، عيب، لكن لا يضعف في الراوي، وإنما يرد حديثه حتى يصرح بالتحديث، وتفصيل إن شاء الله هذه المسائل في كتاب أرفع من هذا. نكون بهذا قد انتهينا من أنواع الانقطاع كلها، وزدنا معرفة ببعض صور التدليس، بعض صور التدليس، التدليس الذي هو تدليس الإسناد المتفق عليه، وأخذنا اليوم الدرس الماضي تدليس التسوية، ثم أخذنا اليوم تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ حكمه إذا عرفنا الشيخ هذا أنه ثقة أو ضعيف، نحكم عليه بحسب الشيخ هذا المكنى أو المنسب أو الموصوف، إذا عرفنا من هو فلا بأس. بعضهم كان يتفنن كالخطيب البغدادي، قالوا لا، ما كان يدلس تدليس الشيوخ إلا تفننا. إيش معنى تفنن؟ من كثرة شيوخه يعني يتفنن فيهم، مع شيوخ كثير يعني ما يهم السماع كثرة الشيوخ لا. فكان يقول مثلا راوي اسمه علي بن محمد، مثلا علي بن محمد، تمام، كنيته أبو الحسن، فكان يقول مثلا عن أبي الحسن بن محمد، أو عن علي بن أبي القاسم، وأبو القاسم هو محمد، تمام، يعني يحاول أن يأتي بعبارات تعميه على الراوي. بالنسبة للخطيب وغيره قالوا إنما هو تفنن من أجل أن يشحذ الأذهان لمعرفة هؤلاء الرواة، وانتقده بعضهم. طيب نكتفي بهذا، نأخذ درس النحو.